المقدس السلام لجميعكم ولروحك. فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. لنصغي في غلس السبت المسفر عن أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر. وإذا زلزلة عظيمة قد حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء ودنا ودحرج الحجر عن الباب وجلس فوقه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج ومن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كالأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين لا تخافا أنتما لقد علمت أنكما تطلبان يسوع المصلوب ليس هو هاهنا فإنه قد قام كما قال لكم. هلم انظرا المكان الذي كان مضطجعا فيه الرب وأسرعا واذهبا وقولا لتلاميذه إنه قد قام من بين الأموات ها هو يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه. ها أنا قلت لكما فخرجتا مسرعتين من القبر بخوف وفرح عظيم وبادرتا لتخبرا تلاميذه. وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع قد لاقاهما وقال سلام لكما فدنتا وأمسكتا قدميه وسجرتا له. حينئذ قال لهما يسوع لا تخافا اذهبا وقولا لإخوتي ليذهب إلى الجليل هناك يرونني. وفيما هما منطلقتان أتى قوم من الحراس إلى المدينة فأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما حدث. فاجتمعوا هم والشيوخ وتشاوروا وأعطوا الجند فضة كثيرة قائلين قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. وإذا سمع هذا عند الوالي أقنعناه نحن وجعلناكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم. فذاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. وأما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. فلما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. فدنا يسوع وكلمهم قائلا إني قد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا الآن وتلمذوا كل الأمم معمدين إياهم باسم الآب والابن والروح القدوس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به كل الأيام